وينضم إلي عبر السكايب الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور محمود إسماعيل. دكتور محمود مرحبا بك. مرحبا أهلا وسهلا بكم وبالأشاوس الذين يدافعون حقيقة على الأرض والعرض والذين أثبتوا ويثبتون أنهم حقيقة هم الكلمة الصادقة والفعل الحسن. حقيقة هؤلاء الرجال الذين يجب أن يعطوا ما يستحقون من تقدير وإكبار، فألف تحية لهم ولدويهم ولحقيقة ولآباهم وإمهاتهم، وألف تحية لأسر الشهداء وللرجال الميامين. هؤلاء حقيقة هم رجال ليبيا وهم رجال المستقبل وهم القادرون على خلق الانتصار بإذن الله. نعم دكتور محمود، بعد تغير شكل المعركة وكذلك نمط المعركة والتقدم في جل محاور القتال سواء في جنوب العاصمة طرابلس والقرب من دخول مدينة طرهونة وكذلك غرب مدينة سرت، كيف تقرأ المشهد؟ دعني أقول إن المشهد في الواضح وواضح جدا سواء للشأن الخارجي أو للشأن المحلي، فبدأ واضحا أنه انقلبت الأمور على حقه وأن داعميه أثبتوا بما لا يدعو مجالا للشك بأنهم تنازلوا عليه وأنه أصبح جزء من الماضي وأن مشروعهم قد انتهى إلى مزبلة التاريخ. ولذلك لزاما القول هنا أن التغير من عملية الدفاع إلى الهجوم بعد مرور سنة، إلا أنه لزاما هنا القول بأن انتصارات تلو الانتصارات تلو الانتصارات حققها الرجال، وهو أمر حقيقة على وصفه الكلمات. فألف تحية لهم من زاوية، ومن الزاوية الثانية وهناك وضوح في أن ترهونة انتهى موضوعها وأنها محاصرة وأنه لا مجال ليس لحصار ترهونة في ذاتها كمدينة، وإنما من أجل المجرمين ومن أجل القضاء عليهم ومن أجل عودتها إلى حفظ الوطن من زاوية. وأيضا هذا ما حصل من ناحية التكتيك، وأيضا ما يتعلق بالمناشير التي أرسلت، هناك رسائل مؤداها داخليا وخارجيا أن ليبيا وعسكريها وقواتها المسلحة تستطيع أن تتعامل وفقا للأطر الدولية. ولذلك كانت هذه المناشير باللغة العربية والروسية إذانا بأن هناك روس وأن هناك عرب ربما يفهمون اللغة العربية ويفهمون الخطاب إذا أرادوا أن يفهموا، فهناك رسالة واضحة بأن عليهم أن يكون هناك تسليم وبشكل عاجل، وإلا إنه فإنهم سيلاقون مصيرا يدركونه جيدا. هذه من ناحية، ومن الناحية الثالثة أثبتت المدن الليبية والقبائل الليبية والشعب الليبي أنه قادر على صد العدوان وامتصاصه وأنه قادر على رد الكيل الصاعين في المكان المحدد وفي الزمن المحدد. أيضا أثبت مدى نجاعة أيضا الاتفاقية الاستراتيجية التي أبرمت مع تركيا، ويجب أن يكون هناك إصرار على تطويرها إلى اتفاقية استراتيجية وأن يكون هناك بناء للجيش الثاني الليبي من هؤلاء الرجال. هؤلاء هم جيش ليبيا الحقيقي ويجب العمل على إعطائهم الرتب وأن يكونوا أيضا قادرين على صد أي عدوان سواء حفتري أو أشباهه أو أشياعه أو الطبالين معه. نعم. ومن الزاوية الثانية لزامنا القول بأن على الرئاسي أن يلتفت إلى هؤلاء الرجال أيضا وكافة الأجهزة والغرفة بمساعدتهم، خاصة نتكلم على محور بوغرين وأيضا الوشكة وأيضا المحيط الثاني فيما يتعلق بتخوم طرابلس ومناطق المحيطة بترهونة، وأن يكون هناك العمل على صرف مرتبات ليست بالبسيطة، أما أن يتم الحديث على 500 أو 600 هذا أمر غير عقلاني، ويجب أن يكون هناك حتى ولو أوقفت مرتبات الموظف في مقابل أن يعطوا شهر أو اثنين من مرتبات هؤلاء الذين لا يعملون أو لا يلتحقون بمعسكراتهم. هذا أقل ما يقال. من المهم والمهم جدا توفير الذخائر ودعمهم وبكل قوة، ومن المهم أيضا أن يكون هناك إنهاء لهذه المعركة بشكل عاجل. ليبيا ستنتصر وستتجه إلى بناء ديمقراطي واضح ورسالة للعالم بأن ليبيا اختارت طريق الحرية ولا يمكن لأحد من العرب دين التوقف عند هذا. نعم أشكرك دكتور محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.